ناقشنا عده قضايا ضمن الاجتماعات اللي عم تقوم فيها لجنه الطوارئ وخاصه مع الوزارات المعنيه، يعني كان عندنا اربع قضايا مخصصه مع الوزارات المعنيه فيها. ابتدينا بموضوع وضع المياه ووضع الامور النظافه في مراكز الايواء وخاصه المدارس، وكان هذا الاجتماع مع وزاره الطاقه، مع وزاره التربيه اكيد، الوزارات الاخرى والادارات الاخرى ومنظمه اليونيسف، وابتدى العمل ضمن تعاون بخطة الاستجابة مع منظمة اليونيسف لتأهيل أكثر من 400 مدرسة، ولكن بعد في نقص بمدارس ثانية. تم يعني الموافقة مع وزارة الطاقة أن نتابع أكثر هذا الموضوع فيما يتعلق بتأهيل المدارس والكلفة المطلوبة، وهذا حيكون جزء من المناقشة اللي حنقوم فيها بباريس بمؤتمر دعم لبنان في باريس بعد يومين، وايضا فيما يتعلق بدعم مؤسسات المياه لتقدر تغير او تعدل بطريقه عملها لتقدر توصل المياه لاكثريه الناس، خاصه مع التغيير الديموغرافي اللي حصل مع ازمه النزوح نتيجه الاعتداءات. الموضوع الثاني وجدا مهم وعم نشتغل عليه من الاسبوع الماضي ومن الايام الماضيه هو ما يتعلق بالتدفئه، وابتدينا الان بالشتاء وبموسم البرد، وحنرفع توصيه لدولة الرئيس ميقاتي ولمجلس الوزراء فيما يتعلق بتأمين المازوت لمراكز الإيواء لارتفاع 300 متر وما فوق، واللي هي تقدر عددها ب 540 مركز إيواء معظمها مدارس، كيفية تأمين المازوت للتدفئة. ولكن كمان أيضا مع المنظمات الدولية ومع الدول الصديقة عم نسعى لتأمين الأمور الشخصية من ملبس وبطانيات وغيره، وفي كمان أمر بيتعلق بتأهيل بعض الأماكن مشان يعني ما تكون متأثرة بموسم الشتاء. الموضوع الثالث هو بتعلق بمراكز اللي هي صارت تحولت لمطابخ محلية، تعاون مع برنامج الغذاء العالمي مع وزارة الشؤون وزارة الزراعة، الانتقال من مطابخ اللي هي مركزية بتأمن يعني حاليا 200 أو 250 ألف وجبة يومية في كل المناطق، إلى دعم المطابخ المحلية اللي صارت موجودة بالمناطق اللي بتأمن وجبات لضيعة لعدد من مراكز الإيواء، وكيفية الدعم الفني والتقني وأيضا دعمها بالمواد الغذائية يعني بشكل كبير، يعني مش أنه عم نروح بوجبات، بتأملنا المواد الغذائية المطلوبة لهذه المطابخ المحلية، وهذا الموضوع بحاجة لمتابعة مع وزارة الصحة والزراعة مشان معايير السلام العامة وغيرها من الأمور. والموضوع الرابع هو ما يتعلق بالديتا و تنظيم عملية جمع المعلومات عبر غرف العمليات في المناطق، ولكن بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج دعم الفقراء ليكون عندنا داتا متكاملة. عم نحكي هون بالتحديد للناس اللي موجودة خارج مراكز الإيواء لكيفية العمل تحديد حاجاتها ولاحقا دعمها بعدة أطر، منها ما هو ابتدأ مع برنامج أو برامج الدعم اللي موجودة بوزارة الشؤون، ومنها ما سنعمل عليه في الأسابيع المقبلة.